شباب ديال الويب المغربي، اليوم جيت مره اخرى باش نطلعوا لبره ونجاوبوا على واحد السؤال اللي ديما كيتطرح في التجاره الالكترونيه وكيتجاوب عليه بواحد الشكل اللي مغلوط. داكشي علاش جينا باش نحاول نصحوا المفاهيم ديال شنو هو راس المال اللي خاصني باش نبدا جوستمون التجاره الالكترونيه، وهذا راس المال اللي عندي كيفاش نقدر نماناجيه ولا كيفاش نقدر نفرقه باش ندور الكاش ديالي وباش نبدا نربح. داكوغ، حاجه اخرى هو ان راس المال ماشي ديما فلوس، كاين بزاف ديال الانواع ديال راس المال اللي اهم من الفلوس، هما اللي غادي نشوفوهم في هذا الفيديو. انتم غنهضر على اول نوع ديال راس المال اللي هو الرصيد المعرفي. خاصك تعرف ان الرصيد المعرفي تيسبق الرصيد البنكي، ولا ما كانش اصلا هذاك لو سافوار، الا ما كانش هذا عامر، الا ما كانش هذا تيفكر اوت اوف ذا بوكس، كيفكر بواحد الشكل مختلف، راه هو اللي يجيب الفلوس. هذا الا ما كانش كيفكر، ما كاين لا فلوس لا حتى شي حاجه، لو كونط بونكير ديالك غيبقى كيف ما هو. دونك اول حاجه سي الرصيد المعرفي، سي لي فورماسيون، سي انك تعرف، سي انك تفورمي راسك، سي انك دوكيمونطا، سي انك تاخذ لو ماكسيموم ديال المعلومات، زائد ليكسبيريونس. ملي كتكون عندنا التجربه، ملي كتكون عندنا الحرفه، ملي كنكونوا عارفين الطريق كيفاش دايره وديجا دزنا منها، كيكون ساهل بالفلوس اننا نديرو نتائج واننا نديرو ارقام زوينه. نعطيكم مثال، واحد عطيتو 10000 درهم زيرو اكسبيريونس زيرو سافوار، واحد تا هو عطيتو 10000 درهم باكسبيريونس، راه بجوجهم بادين من الزيرو، ولكن الزيرو ديال الاول، ولا بجوجهم بادين ب 10000 درهم، ولكن 10000 درهم ديال الاول ماشي 10000 درهم ديال الثاني. اللي عنده ليكسبيريونس بزربه غيدور الكاش، عارف الطريق، بزربه غيجيب ليه الروتور. هذيك 10000 درهم غير ردها 12000 درهم في واحد الوقت اللي قصير، وغيزيد ردها 15000 درهم، وغير ردها 2 مليون في واحد الوقت اللي واجز. مول 10000 درهم وزيرو اكسبيريونس غيتعلم بها، هذه سي اون فورماسيون، بحال غادي يشري فورماسيون غيتعلم بها وغيخسرها، سيغتمون غادي يخسرها الا كان غادي زيرو اكسبيريونس. دونك اول حاجه غيخصكم تركزوا ليا فيها بانكم تفورميو راسكم، دوكيمونطاو مزيان، تجربوا شويه في التيران، تخسروا واحد شويه ديال الفلوس في التيران، تعرفوا دو كوا يساجي، وعاد ديك الساعه ممكن انني نبدا تجاره الكترونيه ازا بيزنس، ماشي ضرب وهرب، ماشي هوته، ازا بيزنس. غنبدا بيزنس ديالي على حقو طريقو بالساس ديالو في التجاره الالكترونيه، وهذا اول نوع ديال راس المال. دابا غادي نمشيو لراس المال الثاني اللي هو عمار، الحق فلوس. راس المال اللي غادي يخصني باش نبدا التجاره الالكترونيه، انا كيبان ليا في 2023 دابا زعما حاليا اقل حاجه باش تقدر تبدا هي 10000 درهم. سمعوا معايا مزيان باش نقاد معكم الارقام، غيخصني شي قهوه وستيلو ورقه، نتوما جيبوا شي قهوه باش نتفاهموا مزيان ونقول لكم كيفاش 10000 درهم ممكن انكم تبداو بها. القاعده تقول من اصل 10 ديال لي برودوي كيطلع لك واحد ولا جوج وينر، يعني الا بغيت نبدا غيخصني اقل حاجه نتيستي 10 ديال لي برودوي، نديروا واحد الافريج اللي غادي نتيستيو سيادي مثلا بواحد 14 دولار اولا 15 دولار باغ برودوي، اقل حاجه في التيست، راه مابقاش داكشي ديال 3 دولار 5 دولار. بغيتي تعرف برودوي واش خدام ولا لا، غيخصك تيستي بواحد 15 دولار، مزيان 15 ضربها في 10 عندي 1500 درهم، طلع ليا واحد وينر، 1500 درهم هي مشات ها التيست، فهمتوني؟ طلع ليا واحد وينر، هذاك الوينر غنجيب فيه واحد لا بيتيت كونتيتي، غناخذ فيه غير 50 حبه، هي 50 بياسة، نقولوا اسيادي هاد برودوي داير 50 درهم، 50 غضربها في 50 غتعطيك 2500 درهم، دونك باش نشري هذاك لو بيتي ستوك غيخصني 2500 درهم، نزيدو على 1500 ها هي 4000 درهم، شوفوا فين ولينا دابا، وصلنا ل 4000 درهم. هادو هذاك ال 50 بياسة باش نخرجها على حسب المارشي، سمعوا معايا مزيان شنو غادي نقول، الله يعطيكم الصحة، على حسب المارشي، مثلا غنشوفوا البورسونتاج ديال كل مارشي، خدام في المغرب عندك 50% ديليفري ريت، بحال هاد 50% ديليفري ريت. جبت 100 فونت 50% اللي غادي تليفر عليا، كنت خدام في لافريك عندي 25% حتى 30% ديليفري ريت، كنت خدام في جي سي سي في الخليج عندي ما بين 50 حتى 60% موين ديال ديليفري ريت. غادي نشرح لكم مزيان، نعتبروا راسنا اننا خدامين في المغرب، قلنا لو طو موين دو ليفريزون سي 50%، يعني جبت 100 فونت ولا 100 ليد ولا 100 كوموند غنليفري فيها 50، مزيان مزيان. يعني انا بغيت دابا عندي ستوك ديال 50 بياسه، شحال خصني نجيب من كوموند؟ غادي خصني نجيب 100 حيت انا عندي لا باز ديال 50، خصني نجيب 100 كوموند
باش ليفري 50 بياسة. مزيان واضح، كنتمنى انه يكون واضح. الا ما كانت شي حاجه واضحه الشباب كتبوا لي في التعاليق، انا راه اوبن، نعاود نشرح، ما عنديش الاشكال. المهم تخرجوا لي من هذا الفيديو فاهمين داكوغ. دونك قلنا عندي الا بغيت نخرج الطوب ديال 50 بياسه خصني نجيب 100 ليت اولا 100 كوموند بالكوست ديال 2 دولار في الادز، يعني 2 دولار فوا 100 فونت هي 200 دولار، هي 2000 درهم. 4000 درهم زائد 2000 درهم ولينا دابا 6000 درهم. مزيان، دونك 6000 درهم يلا درنا بها التيست، يلا جبنا فيها ستوك الاول، ويلا قدرنا اننا نخرجوا بها ستوك الاول. وهذا راه سيناريو زوين، هذا احسن ما كاين في السيناريو، حيت راه ممكن انه يكون شي سيناريو خايب اولا كفس من هذا، الكوست يطلع بوكو دشوز ممكن انهم يوقعوا لنا. يعني ماشي غير 200 دولار اللي غادي تقدنا في الاس، نقدروا نديروا مثلا افريج ديال واحد 3000 درهم، نمشيو حنا ل 7000 درهم. شوف حنا تبقى لنا 3000 درهم، مزيان هذيك 3000 درهم هما القوام الاولى ديال الاي كوميرس، باش تشري الدومين، باش تقاد ستور ديالك، باش تشري لي كونط باش تخدم، باش تقاد الباك اب ديالك، باش داكوغ، باش مثلا الا ما كنتش كتعرف تصاوب دي فيديو بوبليسيتير باش تقدر تهايريهم، باش المهم عندك واحد 3000 درهم تديرها سكور او ما عرفناش شنو يقدر يوقع. ودابا غادي نهضروا على اخر واوعر واخطر نوع ديال الطيور، اخطر نوع ديال راس المال اولا ديال الكابيتال هو النيتوركين، هو العلاقات، هو الريزوطاج ديالك. عشان ملي كيكونوا عندك علاقات ديال الناس اللي واصلين في واحد الدومين اكس، انت شنو كدير؟ كتسيرفي على الاكسبيريونس ديالهم بطريقه باينه. غنقول لكم وهاد الناس بعدا فين تقدروا تلقاوهم، غتحاولوا تمشيو لي زيفينمون بزاف، كاين بزاف ديال لي زيفينمون اللي كيداروا فور فري ديال الاي كوميرس. غير مؤخرا راه كان لي ماكسبو، كان جاي تيكس، كاين بزاف ديال لي زيفينمون زوينين تما فين تقدروا تلقاو مع ناس اللي ديجا هما تيديروا هاد الدومين داكوغ، وتكونوا اوبن، تعرفوا على الناس، السلام عليكم انا كندير اي كوميرس، واش حتى انت كدير اي كوميرس؟ اياه، ديروا واحد ليشونج بيناتكم، شحال كديروا من اوردر دابا باغ جور؟ واش عندك تيم ولا غير بوحدك؟ حلوا العلاقات، ما تبقاوش تمشيو لي زيفينمون سادين على راسكم وكتسناو الناس يهضروا معاكم، لا، ملي تمشيو لي زيفينمون حلوا علاقات مع الناس، انتيغراو وسط المجموعه. علاش كتهضروا؟ اياه حتى انا كنوقع ليا هذا المشكل، شنو هي لا سوليسيون اللي لقيتو؟ كاينين لي كونفيرونس حتى هما راه فابور، سيروا ليهم، كاينين لي ميتاب، كاين بزاف ديال الناس اللي تيديروا. انا بعدا غادي ندير واحد الميتاب خطير، غنحاول كل مدينه غادي نبدا ندير فيها ميتاب ديالها، منها نكون انا معاكم، منها يتجمعوا الناس ديال ديك المدينه باش يديروا اي كوميرس ويتعرفوا على بعضياتهم ويتنيتوركاو مزيان. اللي دار شي تيم راه مزيان، اللي دار غير علاقه بوغ افوار لانفورماسيون راه مزيان. المهم راه تري بروشينمون غادي ندير لكم دي ميتاب على كل مدينه. قولوا لي شنو بان لكم بعدا في هذا البلان، واش نديروا واحد الجوله على كل مدينه ولا لا؟ حاجه واحده اخرى، انا غادي نعاود لكم ليستوار ديالي، كيفاش انا قدرت انني نوصل لهاد النمبرز وهاد الارقام غير بالنيتوركين. فاش يلا بديت التجاره الالكترونيه بديت براس المال مزيان، فورميت راسي، دوكيومونتيت مزيان، ولكن ملي جيت كنابليكي داكشي في التيران حتى شي حاجه ما غتصدق، وحتى شي حاجه من داكشي اللي شفت في يوتيوب اولا شفت في يوديمي اولا شفت في دوك لي بلاتفورم ما بغات تصدق ليا. الاغلبيه ديال لي ميثود مثلا كنبغي ندير غير ستور ضروري كيكون عندي ان بلوكاج في اي حاجه خصني نتبلوكا. فبقيت كنطيح وكنوض راسي، كنطيح وكنوض راسي، ابين باش قدرت انني لونسي حملات الاعلانيه الاولى، ابين باش قدرت نبدا ندير مبيعات الاولى. ولكن كنت كنقول جهاد، كيفاش كنسمع الناس كيقولوا 100 اوردر في النهار، 200 اوردر في النهار؟ هادشي كيفاش كيديروا لي؟ انا ما كنقدرش نفوت واحد 10 ولا 20 كوموند باغ جو. شنو قلت؟ اسهل طريقه هو انني اونطوري راسي ولا نتلاقى بناس اللي ديجا هما كيديروا هاد 100 كوموند في النهار، وحتى انا نشوف كيفاش داروا ليها، وي زعما ندير بحالهم. تما ما كانوش لي زيفينمون، انا ما مشيتش في لي زيفينمون، ولكن مشيت بطريقه ديال لي جروب، بقيت كنقلب في لي جروب، لي جروب ديال فيسبوك اللي كاينين دابا ديال الاي كوميرس وداكشي، بقيت كنقلب فيهم. خصوصا انا في البدايه ما كانش عندي كاع في لونطوراج ديالي شي واحد كيدير اي كوميرس، دونك خصني انا نقلب، خصني نكريي اونطوراج جديد كاريمون. فصافي بديت في لي جروب، كنت لقيت واحد الدري كاتب انونس ديال اي واحد عنده مشكل في التجاره الالكترونيه وفيسبوك اس يتواصل معايا راه غنحلوا ليه فور فري. قلت الله، دخلت هضرت مع داك الدري جوستومون، درت انا وياه واحد ليشونج، قلت ليه عندي هذا المشكل تكنيك حلو معايا. عاوتاني كان عندي واحد المشكل اخر، قلت ليه شوف دابا غادي نخلص كونسلطاسيون بيونت، زعما انا ما عنديش مشكل، سي ليسونسييل سي دافوار لافورماسيون. قال لي لا ماشي مشكله، كان شي حاجه غير زعما هكا ليجي نصاوبها معاك. قد معايا لو بروبليم الثاني، لقيت واحد الدري كيدير ارقام مزيانه، خلصت ليه اون كونسلطاسيون بيونت. قلت ليه عافاك اخويا، لا ما قول ليا كيفاش كدير هاد الارقام. صافي عطاني واحد الرود، عطاني ديك الرود، ما عطاني ديك الطريق ديالو، ها كيفاش كندير، ها كيفاش كندير، دار لي واحد لا بيتيت فورماسيون، عطاني اللاصق ديال اللاصق، وصافي باغ لا سويت ولا كتبان ليا زعما اسهل طريقه هي هذه.
ولات فين ما كيكون عندي ان بلوكاج كنهضر مع شي واحد من الناس اللي كنعرف. من الناس عندي هذا المشكل غادي نهضر مع فلان، عندي مشكل اخر غنهضر مع فلان الاخر، فلان الاخرى، وبحال هكا باش قدرت انا ندير ارقام زوينه. راه بديت انا من 20 كوموند باغ جوغ، من بعد طلعنا ل 50 100، دابا الحمد لله راه كنديروا اكثر من 500 كوموند باغ جوغ. وهذا الشيء راه ما جاش غير هكاك، راه جا بال يعني بلو سافوار، جا براس المال. يعني انا كنحيد داكشي ديال ديك الثقافه وداك المبدا ديال راه ممكن تبدا بلا راس المال، ما كايناش، خصك ضروري واحد راس المال معين. وجاب النيتوركين قسما بالله الى العلاقات. انا حلوا ليا بزاف ديال المشاكل زعما في الباركور ديالي في الاي كوميرس. دونك فوالا هادشي اللي كاين، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ركزوا ليا مزيان على هاد ثلاثه ديال الانواع ديال راس المال، وسيغتان مو غادي يبانوا لكم النتائج. الا كان عندكم اي مشاكل متعلقه بالتجاره الالكترونيه، راه ديجا غادي نطلع السميه دابا ديال الشخص اللي ربح معايا كونسلطاسيون. يسوفي انك تواصل معايا في لادريس ميل ديالي jihandigital@gmail.com. ولا كان عندكم اي مشكل متعلق بالتجاره الالكترونيه، راه كندير حتى استشارات مدفوعه بالنسبه للناس اللي عندهم زعما جميع المشاكل في البيزنس ديالهم، سكو سوا تكنيك اولا يلاه باغيين يبداو التجاره الالكترونيه، اولا ديجا بادينا وباغيين يسكيليو. راه كتدخلوا غير jihandigital.com، سي ان سيت ويب www.jihandigital.com، كتحجزوا الاستشاره ديالكم، واحد من التيم ديالي كيتواصل معكم. تهلاو.